السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. جئناكم بقصة لهذا اليوم تتحدث عن السهرات الماجنة التي ارتادها أغلب الشباب العرب والمسلمين وحطمت كثير من الشباب، نسأل الله العفو والعافية. تعالوا نتعرف على أحداث هذه القصة. تدور أحداث قصتنا لهذا اليوم حول مجموعة شباب أصدقاء جمعتهم الصداقة وجمعتهم نفس المهنة، برغم أنهم من أكثر من دولة هذول الشباب، لكن بحكم عملهم المشترك دخلوا مع بعضهم ومناصبهم مميزة، يعني دخلوا مع بعضهم دورات وكذا، وصارت بينهم علاقة وصداقة وطيدة. كل فترة يتجمعون يلتقون في وحدة من هالدول، لكن جمعاتهم والتقاءاتهم ما كانت بريئة، كانت سهرات سكر وعربدة والعياذ بالله، ويتخللها كل الأمور اللي تغضب وجه الله سبحانه وتعالى. في ليلة من الليالي سهرانين الشباب هذول، والخمر خذ منهم أبعد حدود، ليا ما مثل ما يقولون فقدوا الوعي، شربوا الخمر وسكروا. فقاموا اثنين من الشباب اللي موجودين يعلقون على واحد، مثل ما يقولون يطقطقون عليه، لكن بكلام جارح، إلا أنت كذا ولا أنت كذا، سكارة، والسكارة توقع منهم كل شيء، إلا ما في كذا، إلا ما طويل قصير، مهم الرجال هذا يسمع الكلام، لكن حط بنفسه داخل نفسه حقد عليهم. قاموا عقبها خلصوا الشهرة السهرة، قاموا الشباب ذيل أول اثنين مشوا من السهرة. طبعا السهرات تكون مناطق بعيدة عن الأنظار وكذا، وخصوصا زي ما قلت لكم هذول الشباب بمناصب مرموقة، يعني بوظائف مرموقة، فعادة يجتمعون بعيد عن الأنظار. فقاموا مشوا من السهرة اثنين راكبين سيارة وحدهم، الشباب اثنين، لكن الرجال هذا حقد عليهم، خلاهم ليه ما مشوا ويركب سيارته ويلحقهم. هم معهم سيارة سيدان عادية بي ام عادي، هم مع جيمس انت يا الرجال ذاك، ويلحقهم ليه ما صار سواتهم يصفقهم بالجيمس ويقلبهم، قال على سرعة طبعا، قلبه ثنتين ثلاث، لما السيارة اختلط الحديد باللحم من كثر ما قلبت السيارة. فزعت الناس، تجمعت، جت الشرطة، جت العالم، اثنين متوفين. الرجال ذاك شرد وتوارع عن الانظار، شالوهم اسعفوهم لين يوم جاوا يطلعونهم، قصوا عنهم الحديد قص لما قدروا يطلعونها. طبعا متوفين منتهين، ما كبست عليهم السيارة، كبستهم كبس. وقامت الشرطة تبحث عن الجاني، ليه ما لقوه، حقق ابو الموضوع ولا سبب السالفة، سهرة مثل ما يقولون ليلة حمراء من الليالي القشر اللي يسوونها بعض الناس والعياذ بالله، قضت على حياة شباب اثنين بعدهم بأول عمرهم بأول حياتهم، والثالث قضى عمره بالسجن. هذه الحوادث تحدث كثيرا وبكل زمان وبكل مكان، نتيجة بعد الشباب عن تعاليم الله سبحانه وتعالى وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.